السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم من قناة الشاشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هوريك ازاي تستدعي ملف اكسل وكمان تعمل ريليشن ما بينه، يعني ما بين الجداول من بعضها. انا عندي شيت اكسل اهو، في الاوردرز، في كذا بيانات للاوردر، والاوردر ده بيبقى قد ايه، وبيانات كتير فيه، وفي الريتيرنز اللي هي المرتجعات اللي هو بيقول لك مثلا الاوردر ده مرتجع، وفي اليوزر اللي هو كل واحد ماسك منطقه ايه، اللي هو الريجن مثلا زي ايست ماسكها واحد اسمه ايرن، ويست ماسكها واحد اسمه ويليام، وهكذا. فدلوقتي انا هنزل ده كده، انا عايز استدعي الاكسل ده هنا. ففي اكتر من حاجه، في من هنا بيظهر لك كده زي شورت كات اهي على طول، تعمل امبورت داتا فروم اكسل، او في اكسل ورك بوك، او في جيت داتا. انت برضو دي هتلاقي لو انت عندك اكتر من كذا سورس او كذا مصدر للداتا تقدر تجيبهم من هنا. فانا اجيب الشورت كات على طول، ادوس عليها كده، هيقول لي سيلز، هندوس على كلمة سيلز اهي. او ما دوست على كلمة سيلز هتلاقي دلوقتي ظهر لي الجدول اهو. دي الجدول ده ممكن بقى تختار اللي انت عايزه، يعني بص ممكن اقف على اوردر، دي الاوردر هيجيب لي البيانات بتاعت الاوردر، بيعمل زي بريفيو اهو. ريتيرن هتلاقي برضو هنا هو الريتيرن، واليوزر هتلاقي هنا. فهتعلم على الثلاث حاجات دولت، وبعد كده تروح دايس لود داتا اهو. ده شكل اللود داتا وهي بتلود، بتعمل لودنج كده. واتمنى يا جماعه يعني لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان والله فعلا الواحد بيتعب قوي في تقديم المحتوى. فاتمنى ما تنساش تشترك معايا في القناه وتعمل لايك للفيديو عشان اعرف ان انت مهتم بالفيديو. والداتا اهي يا جماعه اتجمعت اهي. فيجي هنا في حاجه اخيره عايزين نعملها، ده شكل الريبورت اللي انت هتطلعه من على الداتا من هنا، وده شكل التيبل اللي انت بتشوفها في الداتا من هنا على طول. هتلاقي مثلا ريتيرن واليوزر وكده. بص في تفصيله كده صغيره جدا، ان الريجن والمانجر في كولوم مكتوب كولوم 1 وكولوم 2. لا انا عايز اخلي الريجن والمانجر دول يطلعوا فوق، يبقى مكان كولوم 1 وكولوم 2. هتدوس على الجدول، وبعد كده تدوس هوم، وبعد كده تدوس على كلمه ترانسفورم داتا. ترانسفورم داتا اللي انت بتعمل تظبيط للداتا، انت عايز الداتا شكلها يبقى عامل ازاي، يعني انت بتبقى عايز شكلها عامل ازاي. دي اسمها ترانسفورم، دي من ضمن كلمه اسمها اي تي ال، اكستراكت ترانسفورمينج لودنج اهو. هنيجي عند اليوزر اهو، هنيجي نقف عند اليوزر عند جدول اليوزر، وهنيجي كلمه ترانسفورم، وهتلاقي في حاجه اسمها يوز فيرست رو از هيدر، تخلي الرو هيدر اهو فوق اهو. وبعد كده نروح عاملين كلوز، هو هتلاقيه بيعمل لودنج دلوقتي اهو، بيعمل ابلاي تشينجز وهكذا اهو. وهتلاقي الريجن والمانجر دول طلعوا لفوق اهو بالظبط كده. هنيجي هنا بالظبط، نيجي بقى نعمل ريليشن ما بينهم. نيجي هنا في الريليشن، يعني هو سبحان الله عمل ريليشن من نفسه، يعني اهو، يعني هو عمل ريليشن اهو، ان هو ربط الريجن. يعني انت لو وقفت هنا كده هتلاقي ان هو ربط الريجن اللي في الاوردر، اوردر ريجن، وربط اليوزر ريجن، يعني ربط اليوزر في الريجن هنا وربط الاوردر في الريجن هنا برضو. نيجي نقف هنا بقى، هي دي الحته اللي احنا عايزين نربطها. في هنا حاجة اسمها اوردر اي دي، عليها علامة السيجما. أول ما تلاقي حاجة عليها علامة السيجما اعرف إن فيها أرقام. وهنا تلاقي في حاجة اسمها اوردر اي دي، لو تلاحظ هنا اوردر اي دي، نروح عاملينها كده ونربطها بالاوردر اي دي. بس كده. وركينج بس كده. كده دلوقتي أنت بقيت رابط التلات شيتات ببعض. تقدر تعمل يعني الريبورتات اللي أنت عايز تعملها. عايز تعمل ريبورت تروح جاي هنا كده وتعمل الريبورت هنا كده. بس كده. فاتمنى ان انا اكون فدتكم، واتمنى اكون يعني عرفتكم يعني ايه ريليشن، وان انت تعمل علاقه ما بين الجداول ببعض من غير معادلات ومن غير اي حاجه، هي كده كده اوتوماتيك في الباور بي اي. فشكرا جدا ليكم يا جماعه، وما تنساش تعمل لايك. ويعني انت كل ما تعمل لايك كل ما هعرف ان انت مهتم بالمحتوى، فهعمل لك اكتر واكتر باذن الله. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.